اشتروا لهو الحديث لأننا وهنا وبعد أن وهنا صرخنا شيعة وسنة فبعضنا قد ألحد والبعض تبر منا وأصبحت أمجادنا بالماضي أي بكنا نعم كنا لأننا أضحينا كالعميان فأصبحنا نقيم بما بنوه من بنيان ولكن فكر أي عقلك سخر يا ترى ما الغاية أو عش بلا تساؤل وكن من الضحايا عجز عن التعبير لما بقلبي من حديث فكيف أضحى المسلم لا يحفظ أي حديث معذور قد انشغلنا بعصرنا الحديث فلا انتماء ولا آخرة هنا الرغبة في التحديث حدث ولا حرج عن مسلم تأسلم تراه لا يصلي فقل لي كيف يرحم تراه لا يزكي فقل لي كيف ينعم فقل لي كيف يكرم من ربنا المعظم وكل قوم حوله من حاله تألم تأتيه بالنصيحة فيقذفك في جهنم فآهن ثم آهن لمسلم تأسلم يهد ركن الدين تراه هل سيندم إسلامي بلا روح آه بعيد عن ديني من ربي وين أروح بيدي ضيعت سنيني ما فينا نرجع لورا ونصلح اللي جرى وين الإسلام يا أمة الإسلام عثوا في ديننا فساد فسادا في البلاد طفح وانتشر بين البشر والحصيلة في أين هو زمن قد ولى كان العاصي لا يراد إسلامنا يشوه والجميع في انقياد ماذا نقول لمجتمع ولد بأحضان الأيباد ماذا نقول لمجتمع لا يقود بل يقاد ماذا نصنع أمة تركع قلوبنا لا تخشع عيوننا لا تدمع سجناء بلا أصفاد علامة استفهام على الجبين إبليس أدينكم يحتضر وهمكم رئيس دليلي حاضر لمن أحب أن يقيس مسلم يشتم المشايخ ويقدس القسيس ثلاث سحقا 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 وبرمى لجن الدين يستشهدون حرقا لماذا الفرقة وفي الآخرة سنلقى يومها كل مقصر في دينه سيشقى إسلامي بلا روح آه بعيد عن ديني من ربي وين أروح بيدي ضيعت سنيني ما فينا نرجع لورا ونصلح اللي جرى وين الإسلام يا أمة الإسلام ديننا سيرقى بمسلم عند أذان الفجر قد استلقى ديننا سيرقى بمسلم ترك الصلاة ليتابع تلك الحلقة انهضوا من الأكفان تمثلون دور الموتى عند نداء الأذان انهضوا من الأكفان والله لن تعد أمجادنا إلا بعد المثول للرحمن آه من زمان يصبح الإنسان على عصيان ومن زمان يمسي المسلم على الإدمان أما حان الأوهان للتوبة والغفران أم تدعون فتح المقدس والغفلة في كل مكان بنيتم من النار صليتم من أعداء الإسلام قد غزيتم ابتليتم أهل نسيتم أمجادنا أم أنكم قد تخليتم وارتضيتم إسلامي بلا روح